امتحان داز في المتناول، ولكن كانوا أغلبية التمارين التلاميذ كانوا معولين على أنه يتحط المقالي في التاريخ، وداكشي علاش كاينين شي وحدين ما حفظوش وطريتو، ولكن على العموم بأنه داز مزيان. وبالنسبة لشروط السلامة الصحية كانوا مزيانين، كان كل شيء مزيان الحمد لله، وحطوا لنا داكشي اللي كاين في الإطار المرجعي. وبالنسبة للمادة كانت عندنا مادة ديال الاجتماعيات اليوم. الامتحان راه داز في المتناول، هذاك الشيء راه دارنا مقاد تسأل الله، وهذا الشيء اللي كاين شروط الصحية راه تقاد تطرا جرين التباعد وجرين الكمامات وجرين التعقيم، راه كل شيء مزيان أخويا، وراه الحمد لله اللي بالله هي اللي كاينة وتجي ماكوكا. أخويا فاجئونا هاد الناس اللي ما في الشمايات معولين على المقال في التاريخ، لقيناه في الجغرافيا أخويا. عطونا الاوراق ديالنا هذا الاخ، وفي العربيه البح معولين على نظري وقينا تطبيقي في الشعر، ما فهمنا والو اخويا، والسؤال حتى هو في متناول. ايه هو اخويا بعطرونا. بالنسبه للامتحان داز زوين، ما دازش خايب، ولكن اكثريه التلاميذ اعتمدوا على المقاله غتختلف، حيت داك العام كانوا حطوا لنا المقاله في التاريخ وقالوا غادي تكون زعما في الجغرافيا، فبزاف منهم اعتقدوا انه غيكون العكس وما عجبهمش الحال، ولكن الامتحان كان زوين وكان ساهل. وبالنسبه لمسافه الامان فعلا كاينه، وحتى الحراسه وداكشي كيجي وكيطلوا كيديروا خدمتهم. وبالنسبه للاحترام كاين شي تحترم المسافات وكيحترم بالنسبه للفيروس، وكاين لا عادي.